غالباً ما يتوقف بعض المارة أمام سبيل للمياه ليروا ظمأهم عندما يحين موعد الإفطار، ولكن اللافت توقف العديد منهم أمام سبيل للشوربة الذي يقدم أكواب الحساء الساخنة للصائمين المارين في شوارع طرابلس. سبيل الشوربة مهم، بيروي عطشنا وخصوصاً نحن ضاهرين من شغلنا. ياريت الكل بيعمل هيك مبادرات، إذا كل شوي حدا بيعمل مبادرة صغيرة مثل هيدي اللي عملوها بطرابلس، خاصة الأوضاع اللي احنا فيها هلا. الحمد لله عم نعمل شيء، عم نقدر ناكل وما نجيب شيء على البيت أبدا. والله خير الله، فرحنا إنه في حدا عم يحس فينا هون بأهل طرابلس وبهالمدينة، عمل سبيل شوربة. أكيد هذا السبيل كتير مهم بشهر رمضان المبارك، لأنه بيفتح مجالات كتير للصايمين اللي بعد ما وصلوا لبيوتهم إنهم يقدروا ياخذوا الشوربة، وهي فكرة كتير مهمة وممتازة بالنسبة لمدينة طرابلس. فكرة استثنائية في زمن الصوم، فكيف انطلقت؟ فكرة سبيل الشوربة هي فكرة طلعت هيك بكتير عفوية وبالصدفة، وظروف البلد السيئة يلي الناس عم تمرق فيها كمان عطتني تشجيع أكبر أني فكر ملياً بهالفكرة هيدي. سبيل الشوربة بيأمن 1600 كوب يومياً، ولما بتشوفي هيك هالناس جاية وبكل فرح وبكل حب جاي عم تاخد كاسة هالشوربة، بتحسي انه عم تعملي شيء كتير حلو وكتير كبير وكتير مميز. وإلى جانب هذا السبيل، تنهمك الأيادي البيضاء في تحضير وجبات الإفطار الرمضانية وتوضيبها بكل حب وعناية قبل نقلها إلى التوك توك المخصص لتوصيلها وتوزيعها على المحتاجين في أحياء المدينة. إضافة لسبيل الشوربة، يومياً نطبخ 1500 وجبة، وجبة الفطور اليومية مع حبة التمر والحلو. إضافة للتوك توك اللي بيطلع بجول المناطق كل يوم بمنطقة بحي، بيوزع فطور بشارع وسحور بشارع تاني. هي فكرة لافتة ببساطتها ومليئة بجمالية وأهمية العطاء للصائمين العابرين. وكم نحن بحاجة للمزيد من العطاءات المماثلة، ليس فقط في زمن الصوم، لا بل في كل الأزمنة. ميرنا غرزوزي، الحرة، بيروت.